انا مثلا جيت من بورد الحقيقه ما بيك تلف بتاع البلد هذا يوسف حتى كوتي بتاع بورد لكن الخليج المنسيه ظهر الانطلاع بتاعهم الديره يوسف حتى المنسيه البوليسيون بدات تو موجوده في الديره حلول احنا قاعدين ندور عليها عندنا حلول صياده وحاجات ميت وحاجات صياده وحاجات كثير وحاجات كثير كنا نتكلموا الناس الكل باش نجم نلقاو حل جذري سوليسيون باش لكن فما مشاريع اخرى قاعده تتعمل عشان شنو هي المتابعه اللي قاعدين نقوم بها المجتمع المدني بلدية تعطي حاجه كل شيء لما توا حتى في الاسابيع القادمه مشروع توسيع بورتا ليزامباكت نتاع الشومه هذوك بالضبط شي بس شنو هو الايزيفي بوزيتيف ونيجاتيف على كوتي باش تعمل من كوتي هذيا على كوتي هذيا شنو باش يعطي بوبوليسيون ولا باش يعطي حاجه بوزيتيف ولا نيجاتيف هذا اللي لازمنا نزيد فيه لازمنا نعرفوا ثم نقطة أخرى روبريك مجتمع مدني أنا نشوفها كاين الغزوة الغربية وكذا نحاول باش نعاون تو رواحنا كلنا بلاية برك كيفاش الصيادة في العملية في كل اثنين منطقة سابعة كل كيف كيف احنا لازم نتصلوا بالمجتمع المدني في بغداد باش نحاولوا نوعيوه خاطر الهلال يقف في كعب كوب من هنا مش كي فاهم من موريتانيا حاولوا احنا باش نوعيوه باش توقفوا المهزله نتاع وزيد عفسان باش يعم المنفعه على الناس كلها على الجهه الكل وممكن حتى على الكونسول. بارك الله فيك.